اليوم عرض باليه سندريلا هو نتيجة 3 أشهر من العمل مع طالبات دائرة فنون الرقص وفرقة مسك لفنون الرقص في المركز، وهي طبعا بتروي قصة كلاسيكية معروفة جدا ولكنها بطريقة الباليه وألحان معقدة شوي لسيرجي بروكوفييف. يعني فيها كمان كثير من المؤثرات البصرية اللي عم نحاول نستعملها ضمن عرض الباليه، وإن شاء الله يستمتع فيها الجمهور. قصة سندريلا معروفة جدا للدى الجميع، ولكن بالباليه هي شوي مختلفة. الموسيقى هي اللي بتوحي بالأحداث على المسرح، فإحنا حاولنا أنه نختص الموسيقى شوي، مشان الباليه عادة هي 3 ساعات وهي الباليه ساعة واحدة، بس أظن استطعنا أنه نحقق إشي جميل، مشان استطعنا أنه نمزج شوية روح الفكاهة مع العمل الجدي اللي هو رقص الباليه. الحضور اليوم حسب ما بعرف كامل، مشان هاي الباليه موجهة من عمر 5 سنوات لعمر 100 سنة، فهي بتناسب الجميع وجميلة وقصيرة، فيعني بتمنى انه الكل يحضر دايما طبعا.